تحية لكم مستمعينا في الساعة الثانية من برنامجنا مع الشبيبة، لكل المستمعين على 97.5 من مسقط والباطنة و98.5 من محافظة ظفار. وأجدد الترحيب والتحية بمتابعينا عبر البث المرئي المباشر في أول إذاعة مرئية في السلطنة، معكم على اليوتيوب وعلى لايف الإنستغرام، ومعكم على البيرسكوب في تويتر، وعلى كذلك حسابنا في الفيسبوك. ونتحدث اليوم عن الميزانية العامة للدولة 2021، والساعة الأولى طبعا خصصناها للخطة الخمسية العاشرة مع سعادة الدكتور ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد. ورحب بضيوفي في الاستديو الدكتور أحمد بن سعيد كشوب خبير اقتصادي، أهلا وسهلا فيك دكتور. يا مرحبا وسهلا فيك. والأستاذ خالد بن سيف البوسعيدي مدير دائرة الإعلام والتواصل بوزارة المالية، أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. أهلا وسهلا حياك الله. ونتحدث اليوم طبعا بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 1 على 2021 باعتماد الخطة أو خطة التنمية الخمسية العاشرة، والمرسوم السلطاني رقم 2 على 2021 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة. دكتور أحمد، أتوقع الميزانية العامة للدولة في ظروف استثنائية كما أطلق عليها الأخوة في وزارة المالية ميزانية الأساس أو الميزانية في رؤية عمان 2040 أو الميزانية في خطة التوازن المالي أو الميزانية في الخطة كذلك الخمسية العاشرة، كيف تابعت تفاصيل هذه الميزانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة الكل يعني المجتمع والمتابع والباحث والمهتم يعني يراقب منذ فترة منذ إعلان خطة التوازن المالي والاستدامة المالية، وهو في تتبع التسلسل لهذه المراحل التي ستنتقل إليها السلطنة من حيث الكم والكيف مع تعطيات المرحلة التي نحن فيها، باعتبار أن تأثير جائحة كورونا كان لها أثر كبير جدا، وخاصة إذا علمنا أنه تقريبا خسر العالم ما يعادل 3.7 تريليون دولار بسبب هذه الجائحة، ولا زالت أيضا الجائحة تستشري أكثر وأكثر. فالدليل الواضح جدا بأن هذه الأزمة هي أزمة يعني مزدوجة فيما يتعلق بالشرق الأوسط والخليج، خاصة مرتبط بأسعار النفط بالإضافة إلى الجائحة، أيضا فيما يتعلق بأن اعتماد الدول مجلس التعاون اعتماد مباشر على أسعار النفط، بل بعض الدول ربما يمثل سعر النفط أكثر من 90% إلى 92%، وعمان أحد الدول أيضا التي تأثرت كونها تعتمد على سعر النفط ما يعادل كسعر التعادل 83 أو 82 دولار. هذه الانعكاسات طبعا يعني بلا شك أدت إلى أن الحكومة تتخذ قرارات يعني شبه يعني فيصلية في كثير من البنود الموازنة، فمن خلال برنامج التوازن المالي تم مراجعة كافة البنود، هذه البنود اللي الموازنة العامة للدولة في 2019 إلى 2020، ثم كيف نستطيع أن ننتقل انتقال إلى حد ما إذا صح التعبير سلمي بدون ما يقع أيضا في ضرر كبير جدا يقع على الموازنة العامة للدولة. نعم. فحاولت الحكومة أن يكون تقريبا الموازنة التقديرية ل 2021 هي تقريبا قريبا من 2020 مع بعض الإجراءات التصحيحية أو الإصلاح الاقتصادي، بما يستطيع أن نستطيع أن نعبر هذا العام بنجاح مع قلة أيضا بأقل الخسائر التي ممكن أن تكون أيضا موجودة. نعم. هناك أكيد جملة من التحديات في البداية، مستمعين إذا تسمعوا خرخشة شوية هذا محمد أبو عبد الله العامل اللي عندنا جايبلنا الشاي، شكرا لك يا محمد. أستاذ خالد، لما نتكلم عن الميزانية العامة للدولة 2021 هي بلا شك من الميزانيات التي واجهت تحديات كبيرة، وقبل لا ندخل في تفاصيلها نعرف المستمع والمشاهد على أهم التحديات في إصدار هذه الميزانية التي جاءت طبعا بعد ظروف اقتصادية صعبة بسبب جائحة كورونا كوفيد 19. أولا بلا شك أن أشكركم كإذاعة شبيبة على استضافتنا الدائمة لطرح المواضيع التي تخص المالية العامة والشأن الاجتماعي بشكل عام. المجتمع دائما يتساءل ويبحث عن المعلومة، وإحنا يعني نشكر دائما جريد إذاعة الشبيبة مع الإذاعات الأخرى أيضا. لكن التحديات حقيقة هي معروفة اللي تمر فيها المالية العامة بالسلطنة، حالها مثل باقي الدول المنتجة للنفط، ولكن السنة كانت ربما كانت سنة استثنائية بتضاعف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا كوفيد 19.
احنا بدأنا بداية هذا العام 2020 كانت بدايتنا جيدة بأن أسعار النفط المتوسط كانت مرتفعة تصل إلى قرابة $60 في شهر يناير وفبراير. بعدها سقط ويعني هبط سعر النفط بشكل ملحوظ جدا، وصل في شهر إبريل إلى حدود $16 سعر ليوم واحد، وهذا الرقم يعني حقيقة مقلق جدا لنا احنا كسلطنة، وأيضا مقلق للدول المنتجة للنفط بشكل عام التي تعتمد كثيرا على إيرادات النفط كمورد يعني مهم في موازناتها. في الجانب الآخر أيضا احنا عندنا مجموعة من التحديات، منها أيضا انخفض الإنتاج النفطي ضمن اتفاق مجموعة أوبك بلس. أيضا عندنا تحديات في النمو العالمي والاقتصاد العالمي، لأن احنا مرتبطين أيضا بنمو الاقتصاد العالمي بحيث أنه هو يكون أيضا محرك يعني للأنشطة الاقتصادية في كل دول العالم، ودول الأكثر نشاطا في العالم انخفض نموها بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، كان بتأثيرات كوفيد 19 أو توقعات مستقبلية سابقا. كلها هذه التحديات في مجملها يعني وضعت تحديات أمام المالية العامة يعني اقتصاديا هي مصعوبة من الخارج، ولكن أيضا داخليا كانت تواجهنا أحد التحديات المهمة اللي هي ارتفاع المديونية العامة، ارتفاع العجز السنوي، وأيضا ما صاحبه أيضا من يعني تكاليف عالية في خدمة الدين العام. نعم، يمكن نحن قبل لا ندخل في تفاصيل الميزانية العامة للدولة 2020 نريد نتحدث عن المرحلة التي سبقت يعني إصدار هذه الميزانية. دكتور أحمد، مع هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الآن، ما هي المنهجية من وجهة نظر اقتصادية التي تتبعها السلطنة في معالجات سريعة، وعادة ما هي الحلول التي تستخدم في هكذا ظروف؟ هو طبعا في أي إعداد لدراسات تسبق مجموعة من الدراسات ومجموعة من النماذج التي يتم يعني دراستها مع مقارنة مع كثير من المعطيات العالمية، سواء على مستوى الاقتصاد العالمي، الاقتصاد المحلي، المؤشرات الدولية، والاتجاه بشكل عام للاقتصاديات العالمية وكيفية مراحل النمو التي أشار إليها أيضا أستاذ خالد. فعندما يعني بدت الحكومة وخاصة في 2020 بانتشار الجائحة، صارت هناك مراجعة حثيثة جدا، ربما برنامج التوازن المالي بدأ من 2019 يعني اعتماد من قلال السلطان طيب الله ثراه، عندما كانت الأزمة يعني بدت العجوزات والدين العام يزداد يوما بعد يوم، فأصبح الاتجاه العام أنه يجب أن يكون هناك فريق متخصص في إيجاد معالجة لهذه الأزمة. ما سار الانتقال إليه لما تأزمت العملية أكثر في 2020 وبدأت الجائحة، فإذا مثل ما أشرنا سابقا إذا أصبحت هناك أزمة مستوية أسعار النفط وجائحة كورونا، وانشلت الاقتصاد شل كامل، وخاصة نحن نعتمد على صادرات النفط بشكل كبير جدا، وأيضا بالمقابل أيضا الاعتماد الكلي القطاع الخاص على الحكومة كاعتماد شبه كلي بقدر المشاريع التي تنفذها الحكومة بقدر ما القطاع الخاص ينشط ويتحرك أكثر وأكثر. فبدأت الحكومة في عدة مجالات يجب أن بدأ فيها، وأول ما بدأت بالمنشورات المالية. المنشورات المالية لما بدأت مباشرة في خفض يعني مجموعة من المصروفات وتقليص مجموعة من البنود، وما كان يلمسها المواطن كثير جدا على اعتبار هي عبارة خفض في بعض البنود التي ما كانت تمس المواطن مباشرة، سواء كانت قضية البدلات التي أيضا استجدت في المرحلة القادمة، المكافآت، العلاوات، خصم بنود المصروفات الإنفاق بالنسبة لكثير من الشركات أيضا الحكومية. فهذا التوجه بدأ مرحليا إلى أي أبدأ أنه فعلا تفاقمت الأزمة أكثر وأكثر، الخسائر تزيد أكثر وأكثر، فبدأ الاتجاه هل ممكن نتجه إلى منحة آخر قد يكون منحة صعب وقد لا يقبل اجتماعيا، ولكن كان لا خيار إلا هذا الخيار الذي يمكن أن يساهم ولو بنسبة يعني ضئيلة جدا في تعزيز موارد السلطنة. لكن دكتور، في تصريح سابق لأمين عام وزارة المالية ذكر أن الحلول التقليدية في حل تحديات ومواجهة تحديات كهذه لم تعد نافعة، فيجب استخدام حلول أخرى. الآن نقدر نقول أن هذه فعلا حلول أخرى، هل هذه فعلا حلول مبتكرة؟ كيف نصف هذه الحلول مقارنة بالحلول السابقة؟
التوجه العام عادة في إعداد الخطط ربما أيضا لا. أن تكون يعني هذه الخطط قد تكون في أغلبها تقليدية. دكتور لو تقرب الميكروفون يعني للمستمعين يعني قد تكون إعداد من هذه الخطط قد تكون إعدادها تقليدي كنماذج مستخدمة لعشرات السنين. نعم. الاتجاه القادم هو في استخدام عدة نماذج ما يطلق أحيانا في إعداد الخطط أو الموازنات سواء كانت موازنة الصفرية أو الموازنة التقليدية أو موازنة الأداء والبرامج. وهذا ما اتجهت إليه السلطنة نحو يعني ميزانية البرامج والأداء. ما يختلف هنا بأنه فعلا بقدر الخطط الموجودة سيكون هناك أيضا تصرف هذه المبالغ أو البنود بناء على البرنامج الخطة التي وضعت، وأيضا سيقيم أداء ذلك. وهذا ما حصل بأن هناك ربط ما بين رؤية عمان 20 والخطة أيضا المتوسطة 21-24، وأتيح أو كلفت وحدة تنفيذ ومتابعة رؤية 2040 لمتابعة هذه الخطط. نعم. وكيفية تنفيذها وأداءها. نعم. وجدنا هناك فصل حقيقة في السلطات والاختصاصات. بعدما كان في يعني في الرؤية السابقة 2020 أو رؤية عمان السابقة كانت هناك توجه مباشر من جهة واحدة، هذه الجهة هي التي تضع الخطط، هي التي تحاسب، هي التي تراقب. نعم. هي التي تقيم. نعم. الآن وجدنا مجموعة، وزارة الاقتصاد ولها دور، وجدنا وحدة الدعم والتنفيذ لها دور، برنامج الوطني للاستدامة أيضا المالية أيضا لها دور، برنامج التوازن موجود، وزارة المالية موجود. فأيضا يعني تناقم هناك بين هذه المجموعات مما يساعد حقيقة في أن هذه الرؤية سترى النور ويمكن تحقيقها وفق هذه التحديات الموجودة. نعم. الأستاذ خالد، يعني كالعادة يعني بعض الأدوية مرة وأحيانا مؤلمة، لكن من وجهة نظر اقتصادية يذكر البعض أنه إذا لم تتخذ السلطنة مثل هذه الإجراءات التي يصفها البعض أنها فعلا مؤلمة، قد ينتظرنا واقع أكثر ألما. نتحدث عن هذا الجانب ونتحدث عن كل هذه الخطوات التي اتخذتها السلطنة، كيف ستجنبنا من واقع أكثر خطرا على اقتصادنا؟ نعم. في البداية أريد يعني أضيف إلى ما قاله الدكتور أحمد أن موازنة البرامج والأداء التي تستهدفها الحكومة خلال المرحلة الماضية، بدأنا بمحاولة تطبيقها خلال السنوات الماضية. إحنا الآن يعني أشركت حوالي 13 وزارة ووحدة حكومية ضمن هذا البرنامج، وهذه الوحدات 13 الآن تعمل على وضع الأطر الأساسية لتطبيق ميزانية البرامج والأداء. ومن أهم مميزات ميزانية البرامج والأداء أو موازنة البرامج والأداء هي ترجمة سياسات الدولة العامة، السياسات الرئيسية وأهدافها في الميزانية العامة. ثانيا، توفير قاعدة بيانات موثقة عن الأداء الحكومي. ثلاثة، رفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية. أربعة، تنسيق البرامج والأنشطة الحكومية وتوحيد الجهود ومنع الازدواج. خامسا، مرونة توزيع الموارد على المهام والأنشطة حسب أهميتها. هذه الخمس محاور الأساسية التي تستهدفها ميزانية البرامج والأداء من عند التطبيق تساعدنا على أن تكون الوزارات هي واضحة البرامج والأنشطة والمهام، نعرف بالضبط ما هي النتائج المتوقعة من الإنفاق على هذه المؤسسات الحكومية، وأيضا من متابعة الأداء في نهاية العام أو بشكل دوري ربع سنوي على سبيل المثال. وبالتالي رح نتحقق من كفاءة الإنفاق الحكومي بشكل رئيسي، ونتأكد أيضا أن إحنا ماشيين في الطريق السليم لتحقيق الأهداف الحكومية للخطة الخمسية الحالية أو الرؤية 2040 في المستقبل القريب إن شاء الله. نعم. في الجانب الآخر يعني الميزانية لهذا العام مثل ما أشرنا، إحنا سميناها بميزانية الأساس، مثل ما أشرت أيضا أخي عبد الله، هي ميزانية حقيقة تعتبر ميزانية الأساس للانطلاق المستقبلي لتحقيق كل الرؤى والخطط الموجودة معانا. كانت خطة الخمسية العاشرة، كانت رؤية 2040، خطة التوازن المالي، وأيضا الخطط القطاعية المختلفة اللي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة أو البرامج الاستثمارية الأخرى. وعشان نعطي الجانب الإيجابي، بالرغم من كل التحديات، بالرغم من كل المصاعب التي واجه السلطنة خلال المرحلة الحالية، ولكن يعني على سبيل المثال حجم الاستثمار خلال عام 21 من الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر هو في حدود 5.1 مليار ريال عماني. صحيح ما هو مسجل في الميزانية العامة 900 مليون الإنفاق على الميزانية الإنمائية أو المصروفات الإنمائية للوزارات وحدات حكومية، ولكن عندنا مصروفات تقدر ب 2.9 مليار ريال عماني استثمار محلي لجهاز الاستثمار. نعم. وبالتالي هذا إنفاق
في القطاع الخاص واستثمارات يعني قطاع خاص وشراكة مع القطاع الخاص وما إلى ذلك. عندنا أيضا استثمار يقدر بمليار و300 مليون ريال عماني، هذا استثمار شركة تنمية نفط عمان في القطاع النفط والغاز. إذا احنا عندنا مقبل الاستثمارات المحلية للعام الحالي 2021 هو في حدود 5 مليار و100 مليون ريال. إذا هذا مؤشر مهم جدا وحافز للنمو والتعزيز النشاط الاقتصادي خلال هذا العام، لازم ما نغفله، لأنه كل المؤشرات اللي حولنا، كل التحديات اللي ذكرتها هي مؤشرات وتحديات سلبية، ولكن بالرغم من هذا خطط الحكومة كلها تعزز إلى حفز ودعم النمو النشاط الاقتصادي. أيضا يعني على أساس أنه نعطي المؤشر الإيجابي لخطة التوازن المالي وجهود الحكومة المبذولة، أنه إحنا في نهاية الخطة 2024 لخطة التوازن المالي المعتمدة حاليا سيكون العجز في حدود 1.7% من الناتج المحلي، ولكن بحلول 25 سنة 2025 راح نحقق فائض لأول مرة من عدة سنوات، وهذا تصويب وتصحيح مسار العجز السنة، وبالتالي هذا مؤشر إيجابي لابد أن نستهدفه جميعا. كل المؤسسات حقيقة معنية بتحقيق هذا الرقم، لأنه إحنا كلنا معنيين بأنه إذا حققنا الاستقرار والاستدامة المالية راح نستطيع أن نحقق النمو الاقتصادي وتحفيز نعم. النشاط الاقتصادي نعم. أيضا. وتوقع يعني خالد الكل شريك في هذه النتائج، لأن اليوم في شراكة حقيقية أصلا من الجميع في تخطي هذه المرحلة الاقتصادية والمالية الصعبة. بالضبط. الدكتور أحمد، يعني مع هذه التغيرات الكبيرة في تفاصيل، نحب ندخل الآن في تفاصيل الميزانية العامة للدولة 2021، ما هي أبرز التغيرات على شكل الميزانية؟ وطبعا عندما نرجع للإيرادات العامة التي أتت بها، طبعا هي لازالت الميزانية هي ميزانية تقديرية على اعتبار نحن لازلنا في بداية المرحلة، فما هناك ما يطلق عليه بالميزانية التقديرية، ثم نهاية العام الميزانية الفعلية مقارنة، يعني هل فعلا نحن حققنا أكثر أو أقل، ولكن في الغالب غالبا كثير من الموازنات التقديرية يكون فيها نسبة مقابل عام مثلا 20 وأيضا 2019، ما هي النسبة التي ممكن أن تزيد أو تنقص في من خلال هذه الموازنة. نعم بداية يعني دكتور، لما نقول الميزانية التقديرية وتم تحديد سعر البرميل 45 دولار، هل تعتقد أنه مناسب منطقي في هذه المرحلة؟ هو الحقيقة طبعا كثير من الدراسات تؤكد أنه موضوع جائحة كورونا مع وجود أيضا اللقاح ستستمر إلى 2022، ربما إلى منتصف 2022 قد لا يتحقق هذا اللقاح أو يتوفر بشكل يعني واسع لدى كل أقطار العالم، وأصبح تحدي، يعني أصبحت الآن حرب فيما يتعلق بموضوع الأسعار وتوفر هذا اللقاح. إذا كنا نتحدث عن يعني لندن بريطانيا وحدة محتاجة إلى 23 مليون نسمة بحاجة إلى هذا اللقاح، فهم أولى يقول لك نحن باللقاح أكثر من أي دولة أخرى، فما بالك لو قست على كثير من هذه الدول. إذن إيجاد اللقاح هو يعتبر العنصر الأساسي، توفر اللقاح، لكن مدى توفره في عمان والنسبة التي ممكن أو حتى على مستوى العالم حتى يسهل حركة الطيران والحركة التصدير والاستيراد. إذن سنة 2021 أنا في اعتقادي أنه بتكون سنة صعبة جدا، يعني ربما 2020 في تقديري أرحم أو أسهل، ولكن 21 قد تكون أصعب كثير جدا، لأنه نتائج ما جنيناه وأثار 2020 سنلمسها خلال هذه الفترة القادمة، ليس عمان وإنما العالم بأجمعه، على اعتبار هناك ترحيل لكثير من القروض، هناك ترحيل لكثير من الفوائد، هناك توقيف وتجميد بعض الأعمال، وهناك أيضا تسريح لكثير من الأعمال سواء كان على مستوى الأجنبي على مستوى أيضا العماني، تحدي كبير جدا يعني نتائجه أو آثاره سنلمسه خلال هذه الفترة القادمة. ونتمنى أن يكون بأقل الأضرار. فإذا رجعنا إلى إيرادات المقدرة في حدود 8.6 مليار ريال عماني، يعني بنسبة تقريبا 2% عن الإيرادات المتوقعة لعام 2020، وتمثل تقريبا 33% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية. طبعا كان تقدير وزارة الاقتصاد العماني بأن الناتج المحلي الإجمالي تقريبا في حدود 24.7 مليار ريال عماني،
ثم إذا أتينا طبعا كم التقدير مثل ما أشرت أستاذي بين التقدير المتوسط حدود $45 في تقدير الشخصي 21 إلى 23 ربما هذه الأسعار تتراوح ما بين 45 وارد أن توصل 55 بناء على تقديرات كثير طبعا المؤسسات قدرت هذا السعر ما بين 49.7 إلى 44 ولكن بمجرد عودة الحركة الاقتصادية العالمية في الحركة المخزون أيضا النفطي سوف يقل أيضا أوبك لازالت ملتزمة ونتوقع أنه تجدد إلى 3 أشهر قادمة ففي هذا الحال أسعار النفط عندنا تفاؤل كبير جدا أن لا تقل ما بين 52 إلى 55 فلذلك التقدير السعر ربما يكون سعر مناسب في ظل هذه المعطيات. أوردت أيضا من ضمنها اللي هو تحويل عائدات بيع 20,000 برميل يومي من النفط إلى حساب صندوق الاحتياط لاستخدامه في سداد جزء من أقساط القروض ويمكن لو لاحظنا في المؤسسة وهذا بند جديد أتوقع في الميزانية. نعم هذا بند وضاف حدوده أعتقد 150 مليون يعني سنويا فتحوطا لأي يعني كل ما تحوطنا بقدر ما يمكن تحوطه فقد يخدم أيضا معالجة الدين أو القروض بشكل عام. قدر الإنتاج طبعا على اعتبار السلطنة لازالت يعني ملتزمة مع أوبك بلس في تخفيض إلى 960,000 برميل يوميا. كذلك أيضا تقدير إجمالي مبيعات الغاز في يعني المتوقع أيضا استهلاك فتأتي إلى الرسمة 37% غير نفطية 63% نفطية 51 إيرادات ضريبية و 49% إيرادات غير ضريبية. يتساءل الكثير أيضا ما هو القطاع الاستثماري مثل ما أشار أيضا أستاذ خالد بأنه لان التركيز الكبير جدا على جهاز الاستثمار العماني معول عليه تعويل كبير جدا على اعتبار أنه عائدات الاستثمار من أرباح الشركات اللي تابع في حدود 800 مليون وأيضا إعادة هيكلة هذه الشركات والمنظومة كإعادة جديدة لهذه المجموعات قد تحقق أيضا عائد آخر فعندنا أمل كبير جدا بأن هذا القطاع الذي أصبح أوكل إليه يعني عبء الذي كان على وزارة المالية تحول إلى جهاز الاستثمار مثل ما تحولت شركة أيضا طاقة عمان فهذا أيضا من الأعباء التي أزيحت عن يعني عبء كأهل الميزانية, الميزانية ولكن أيضا تتعمل هذه المنظومة بمنظومة الحوكمة يعني بمعنى الحوكمة ترشيد واختصاصات وتوزيع فأصبحت منظومة هناك سهل المراقبة وسهل أيضا كذلك المحاسبة على تقييم أداء هذه المؤسسات فنتأمل كبير جدا أن هذا الجهاز يبدأ انطلقته إن لم يكن هذا العام فليظهر نتائج العام القادم إن شاء الله تعالى. نعم الأرباح الشركات التي يوردها جهاز الاستثمار العماني إلى الخزينة هذا جزء من الأرباح أو إجمالي الأرباح؟ لا هذه جزء من تعتبر جزء من عوائد توزيعات الأرباح يعني نقدر نقول خالد أن جهاز الاستثمار العماني ورد إلى الميزانية العامة للدولة حوالي 1,300,000,000,000 إذا ما قلنا أنه 600,000,000 هو سحب من الاحتياطيات بالإضافة إلى 800,000,000 1,400,000,000 مليون اللي هي أرباح توزيعات الشركات نعم نواصل دكتور نتحدث عن البند الأهم اللي هو كذلك الإنفاق الذي سيصل إلى 10,880,000,000 الإنفاق أحيانا في بعض البنود كما يقال شيء لابد منه يعني أنت معتمد على مصروفات الرواتب بشكل كبير جدا يمثل يعني نسبة كبيرة رغم أنه طبعا الذي حدث من خلال يعني الإجراءات الحكومية التي تم التخفيض سواء كان في التقاعد المبكر سواء كان في البدلات سواء كان في بعض الإجراءات التحفيزية أو التي استخدمت لتقليل وتقليص بند الإنفاق فأتى البند أيضا من خلاله على اعتبار انخفض الإنفاق وفق الناتج الأولية إلى نحو 12.7 مليار ريال عماني مقارنة ب 13 الإنفاق المعتمد في الميزانية طبعا اللي كان معتمد في الموازنة 2020 نعم حيث يقدر الانخفاض في بعض البنود الإنفاق بواقع 540 مليون نعم يمكن التفاصيل أيضا يدخل عليها الأستاذ خالد يوضحها واحد استقطاع نسبة 10% من الميزانية المعتمدة للوحدات المدنية والعسكرية والأمنية اثنين تخفيض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% ثلاثة تخفيض السيولة المعتمدة للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية بنسبة 10% أربعة وقف تنفيذ معظم المشاريع المستثمرة للشركات الحكومية نعم تفضل نعم هناك في بعض التساؤلات يعني التي تصلنا من خلال متابعينا عبر البث المرئي المباشر يقولون ناسنا اليوم ما ناسنكم لكن ضيوفنا حلوين يعني نسونا اياكم شويه ف يعني ننقل بعض التساؤلات الوارده منهم الاستاذ خالد البعض يتساءل يقول الان مصاريف النفط والغاز المفروض انها خرجت من الميزانيه العامه للدوله لعام 2021 كم وفرت
خلينا احنا نتكلم في البدايه عن تفسرها لهم يعني بشكل اوضح. نعم، بس خلينا في البدايه نتكلم عن التغير اللي حصل في هيكل الميزانيه العامه للدوله. جميل. التغير اللي حصل في هيكل الميزانيه العامه للدوله مثل ما يعني تفضل واشار له الدكتور احمد، انه صارت عندنا ثلاث اشياء رئيسيه تغيرت في الميزانيه. اولا خروج مصروفات شركة تنمية طاقة عمان، وهذا يعني تصحيح جيد لهيكل الميزانية العامة للدولة باستخدام أفضل الممارسات الدولية في وضع الموازنات العامة. وبالتالي يعني حتى لو ننظر يعني كانت مصروفات شركة تنمية نفط عمان هي جزء من مصروفات الحكومة، اللي هي مساهمة الحكومة في شركة تنمية نفط عمان تقدر ب 60%. نعم. وإخراجها من الميزانية العامة هذا يصحح الشكل العام والإطار العام للميزانية العامة. اثنين، خرجت المصروفات أيضا الخاصة باستثمارات الشركات الحكومية والدعومات بحكم أنها نقلت إلى جهاز الاستثمار، وهو المعني أيضا يعني في أساسه بالاستثمارات الحكومية بشكل عام. ثالثا، واللي أيضا يعني تم مراجعته من خلال يعني هيكل الميزانية العامة، وجود أيضا بند جديد اللي هو بند سداد خدمة الدين العام. سداد خدمة الدين مخصص سداد الديون، مخصص سداد الديون، هذا بند جديد تم استحداثه هذا العام، وهذا البند هو مخصص لأن يكون عندنا وفر مالي لسداد أقساط القروض في السنوات القادمة، وهذا يعتبر كأنه جزء من الاحتياط المالي للسنوات القادمة لسداد الديون خلال يعني كان سنوات الخطة الحالية أو فيما يعني قادم الأيام. وهنا معلومة مهمة أنه إحنا الآن في 2021 خصصنا 150 مليون، السنة القادمة سيرتفع الرقم إلى 300 مليون في 2022، وسيرتفع للثلاث سنوات الأخرى من الخطة إلى 600 مليون ريال عماني سنويا، هو مخصص سداد الديون. نعم. هذا بالإضافة إلى أن إحنا عندنا استمرار للنهج السابق بتحويل إيرادات 20,000 برميل نفط يوميا إلى صندوق الاحتياط النفطي، وأيضا هذا يعني يستخدم لحالات الطوارئ أو لسداد أقساط الديون المستقبلية أيضا. نعم، بما أنك فضل. نعم، هذا الأساس الذي تغير في هيكل الميزانية العامة للدولة. بالإضافة إلى ذلك في جزء الإنفاق أو المصروفات الاستثمارية، يعني وضعت وزارة المالية تفصيل أكثر لبنود المساهمات والمصروفات الاستثمارية بحيث أنها تكون أيضا واضحة لكل من يعني هو مهتم بقراءة الأرقام المالية أو يبحث عن التفاصيل. نعم، يمكن السؤال اللي يطرح يعني أكثر من مرة، الآن الفرق في الإنفاق كيف يعني تم أو تقلص هذا البند، بند الإنفاق، أي القطاعات أو أي البنود كانت الأكثر توفيرا أو وفرة لتقليل الإنفاق؟ نحن نتكلم على سبيل المثال مصروفات إنتاج قطاع النفط والغاز لشركة تنمية نفط عمان، البند الاستثماري لوحده كان في حدود 1,300,000,000 ريال عماني. عندنا أيضا دعم الشركات الحكومية كان يعني رقم متغير، لكن في المتوسط في حدود 150 مليون إلى 200 مليون ريال عماني سنويا. هذا البندين خرجوا الآن من إطار الميزانية العامة للدولة. نعم. يعني وبالتالي صار تغيير جيد في هيكل الميزان بحيث أن احنا نوضح حقيقة ما هو حجم الإيرادات، ما هو حجم المصروفات والعجز الحكومي المباشر. بالإضافة أنه شركة تنمية طاقة عمان أيضا تورد الآن للميزانية العامة للدولة صافي الإيرادات النفطية بعد خصم المصروفات التشغيلية، وبالتالي هذا أيضا يعني غير من حجم الإيرادات. المتابع للأرقام يرى أن هناك انخفاض في الإيرادات النفطية، يعني على سبيل المثال الإيرادات النفطية لعام 2020 النتائج المتوقعة والأولية في حدود 4,400,000,000 ريال عماني بسعر 48 دولار، لكن في عام 2021 احنا نتكلم عن حدود 3.5 مليار تقريبا بسعر 45 دولار. وبالتالي يعني هناك في فروقات جذرية وهيكلية أصبحت في الميزانية العامة للدولة. ولكن ايضا من 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 المهم جدا ان نعطي الجانب المشرق في الموضوع ان الحكومه تتخذ اجراءات
يعني دقيقة جدا للنأي بالاقتصاد الوطني من أي مخاطر مستقبلية، خاصة فيما يخص إنشاء أو استحداث بند مخصص سداد الديون، وأيضا التحويل إيرادات 20,000 برميل لصندوق الاحتياط النفطي. نعم، بما أننا نحن نتحدث عن آلية جديدة كذلك ونافذة جديدة في تمويل الديون، نقف يعني قليلا عند موضوع العجز المتوقع خلال الميزانية العامة للدولة 2021، وتوقع يقدر خالد 2,200,000,000. نعم. كيف سيتم التعامل مع العجز هذا العام؟ طيب، 2,200,000,000 ريال عماني عجز موازنة أو ميزانية 2021، نحن نعتقد في وزارة المالية أن هذا العجز خلال السنة والسنوات القادمة إلى نهاية الخطة هو عجز يمكن السيطرة عليه، وسيتم تمويل عجز الميزانية في عام 2021 بحوالي 73% من الاقتراض المحلي والخارجي، والمتبقي 600,000,000 تقريبا راح تكون هي عبارة عن سحب من الاحتياطيات. نعم، يعني سمحوا لي أنا اليوم شوية ببعد عن الحوار الاقتصادي المعمق، ونحاول قدر الإمكان أن نحن نجاوب على أسئلة الناس، وهي أتوقع بالنسبة لهم المهم. يعني سؤال أخير قبل لا أنتقل لدكتور أحمد، خالد في سؤال هنا يسأل عن الآن مع إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه، كم ستوفر الميزانية في بند دعم الكهرباء والمياه خلال 2021؟ طيب، احنا تقديراتنا لبند دعم الحسابة تحسب يعني خلاص صحيح بند دعم قطاع الكهرباء سيوفر في حدود ربما ما بين 100,000,000 إلى 150,000,000 ريال عماني ما بين موازنة الموازنة الأولية المتوقع لعام 2020 وموازنة عام 2021. في 21 احنا متوقعين ان يكون الدعم في الموازنة لقطاع الكهرباء في حدود 500,000,000، في قطاع المياه متوقعين في حدود 90,000,000 ريال عماني. نعم، الدكتور احمد هذا سؤال موجه لك بطريقة مباشرة. الان مع الاجراءات الاقتصادية والمالية ومع كذلك موضوع الانكماش الاقتصادي وغيره، من وجهة نظر اقتصادية هل سيؤثر هذا سلبا على أداء الاقتصاد العماني بحكم طبعا قلة القوة الشرائية أحيانا، كذلك يعني الظروف الأخرى اللي الكل الآن أصبح يدركها؟ هو الحقيقة يمكن استكمالا لما ذكره أستاذ خالد، أيضا لو نرجع أيضا كان في مطالب قوية جدا مجتمعية حول قضية قانون العمل، ففي ضمن التوجه الموجود هو إصدار قانون العمل والخدمة المدنية في عام 2021، وكانت من ضمن الدراسة الموجودة، وهذا أيضا ما يعني يعطي بصيص أمل، كانت أيضا وزارة العمل أو القوى العاملة سابقا لديها مجموعة من الوظائف التي محظورة، أيضا كانت في حظر على مجموعة من الوظائف، ويعني توجه الدولة الآن لإعطاء الفرص للعمانيين أكثر وأكثر، وكان حقيقة البعض أيضا من القطاع الخاص يستخدم وسائل كثيرة جدا لتحايل إن صدق التشبيه، بحيث أنه ممكن يعين رئيس تنفيذي أو مدير عام أو مدير مالي بالمسميات التي يعني هي معمنة في القانون، فيستخدم مصطلحاته ومسميات مهن أخرى. الآن القانون الذي متوقع أو يترقب أن يأتي سيأتي أنه يفض هذه الوظائف المحظورة، ولكن بالمقابل بشروط وقيود معينة. هذه القيود ستعطي فرصة بأن المواطن هو الذي سيأخذ هذا المنصب بامتياز رئيس تنفيذي أو مدير عام أو مدير مالي أو مدير إداري، دون أن يتحايل أصحاب هذه المؤسسات بمؤسسات مسميات مختلفة. أيضا توفير فرص تدريبية مقرونة بالتشغيل من خلال فرص توظيف والإحلال في الجهاز الإداري للدولة، وعدد من فرص الإحلال كدعم للقطاعات المختلفة، إلى جانب توفير فرص تدريبية لدعم برامج ريادة الأعمال. ما هو متأمل خلال هذا العام والعام القادم 3 سنوات القادمة أنه قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة سيشهد نقلة نوعية كما وكيفا، على اعتبار هذه إحدى المراحل القادمة التي يجب أن يعطى لأصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة سواء القائمين أو الذين لديهم مشاريع أن يعطى الفرص الواعدة في كل الأعمال القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وتوجه الحكومة لذلك بشدة توفير فرص تدريبية أيضا عبر برامج تعزيز المهارات الوظيفية، إصدار مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل، إعادة هيكلة الشركات الحكومية ومراجعة هيكل الرواتب، وهذا ما شهدناه
بالأمس القرار اللي يعني فض مجموعة العمال للطيران. هناك مجموعات أخرى سواء كانت أوكيو أو كانت أسياد أو أي كانت هذه المجموعات، فأنا أعتقد توجه الحكومة في إعادة ومراجعة كل هذه القطاعات وتصحيح هذا المسار. إن كانت هناك مجموعة ناجحة وأداها متميز فبلا شك ستعبر، ولكن قدر ما يمكن تقليل من الإنفاق وترشيد كذلك وتطبيق مفهوم أو منظومة الحكم الرشيدة. نعم، يعني موضوع الإنفاق هذا يجب أن نحن كذلك نقف عليه. نعم. اليوم يعني كيف يمكن أن نذهب بخطين متوازيين، تقليل الإنفاق وكذلك كفاءة الإنفاق؟ يعني شفنا كثير من الإجراءات التي تهدف كذلك إلى رفع كفاءة هذا الإنفاق وانعكاساته كذلك على المرحلة الحالية والقادمة. أشرت في البداية على أن وجود وحدة تنفيذ متابعة رؤية عمان 2040 هي إحدى الأدوات التي مكلفة بتقييم ومراجعة مدى تنفيذ هذه المؤسسات الحكومية للبرامج التي تم اعتمادها في الخطة 50 بما يتوافق مع المرحلة. فهذا أحد الأدوات التي يعني يوكل إلى هذه الجهة بأن تكون قادرة على وتمكينها من إعداد تقييم ومراجعة مدى تنفيذ هذه الجهات للخطة. الجزء الآخر وهو يعني كيف تصحيح بيئة العمال، والحقيقة يمكن من لقائنا أستاذ خالد موجود لقائنا الأسبوع الماضي مع مجموعة من أصحاب المعالي المختصين في هذا المجال، أوضحوا بأن هناك لقاءات شبه أسبوعية أو كل أسبوعين لمجموعة من الوزراء يلتقوا شبه كل أسبوعين لمراجعة كل التحديات التي يواجهها بيئة الأعمال، الإجراءات، التعقيدات. وهذه حقيقة يمكن أنا أعبر عنها شخصيا، مجموعة من هؤلاء الوزراء كانوا موجودين في القطاع الخاص وكانوا مطلعين على التحديات والمعوقات ما يواجه القطاع الخاص، فأصبحوا ما صنع قرار. نعم. فعندما يكون الذي يواجه التحدي هو صانع القرار، معنا نحن نتفائل الخير كبير جدا بأن هؤلاء سيكونوا على أرض الواقع ليعكسوا التحديات والقوانين والتشريعات حتى تكون بيئة الأعمال جاذبة قادرة على تمكين أصحاب الأعمال، سواء كان أصحاب الأعمال شركات مساهمة عامة، مؤسسات خاصة، أو كذلك أصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة. فأعتقد نحن في اتجاه بس بحاجة إلى أن نتفاعل أكثر وأكثر ونكون على أرض الواقع وشفافية واضحة، وهذا ما لمسناه حقيقة من خلال الاجتماعات السابقة. نعم، إذن فاصل قصير ولا نعود. تحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء سواء عبر تردداتنا أو حتى متابعينا عبر البث المرئي المباشر. هناك عتب بسيط لبعض الأسئلة نطوفها، ما نطوف شيء يعني، كله موجود ونطرحه على ضيوفنا في الاستديو، لكن بحسب تسلسل المحاور. الأستاذ خالد، هذا السؤال أنه الآن مع تطبيق اللامركزية وتخصيص كذلك موازنات للمحافظات، لكن السائل يعني يقول أنه الجدول، جدول الموازنة العامة والميزانية العامة للدولة 2021 ما تطرق لتفاصيل ميزانيات المحافظات. نعم، هو حقيقة يعني صدرت الأوامر السامية بتخصيص 10 مليون ريال عماني للمحافظات، لكل محافظة من أجل الاستثمار المحلي وتنمية المحافظات. ولكن بعد ما تم إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وضم يعني اختصاصات ووحدات البلديات إلى المحافظين، بالتالي زاد المبلغ المخصص لهذه الوحدات. والآن يعني ننتظر من وزارة الاقتصاد إعادة توزيع المبالغ الإنمائية أو المشاريع الإنمائية للمحافظات، ويتم إعادة دراستها بما يتناسب مع حجم المحافظات وأيضا بالتنسيق مع المحافظين. يعني ممكن نشوف هذا البند موجود في الميزانيات القادمة مثلا؟ ممكن إحنا نشوفه من خلال وزارة الداخلية المخصص للمحافظين، كل محافظة الآن يعتبر من ضمن موازنة وزارة الداخلية؟ نعم، لأن المحافظين الآن هم تابعين لوزارة الداخلية والبلديات تابعة للمحافظين. ممكن المجلس هنا، مجلس شؤون المحافظين، هو الذي سيقدر. نعم. أعتقد الخطة رؤية عمان 2040 في الخطة 50، يعني أحد المحاور الرئيسية اللامركزية. نعم. وفي هذا الحالة ستعطى لكل المحافظات الصلاحيات التامة، يعني اقتصاديا، إداريا، ماليا، على اعتبار أنه يعني ستخصص هذه الميزانيات المحافظات، وهذه هي اللامركزية في رؤية 2040، بمعنى المحافظ
كل محافظة تعد رأيها عن ميزانيتها، تعد خطتها لمدة 5 سنوات وتقدمها إلى مجلس المحافظين، ويعتمد من مجلس المحافظين ويرفع إلى يعني الموازنة العامة للدولة، فتقدر لكل محافظة. فهذه معنى اللامركزية. نعم، وأتوقع أنه اللامركزية حتى من الأهداف المبكرة لرؤية عمان 2040، فأكيد بنشوف وبنلاحظ يعني أثرها خلال السنوات القادمة بشكل أكبر. دكتور أحمد، دائما نسمع يعني من شركات القطاع الخاص حالة تذمر دائمة في استلام مستحقاتها من الحكومة، وهذا يؤثر عليها سلبا خاصة مع هذه الظروف، لكن يبدو أن هناك انفراجة وتوجه لي يعني تحفيز أكبر في هذا الجانب. نتحدث عن أهمية يعني الإسراع في إعطاء مؤسسات القطاع الخاص لمستحقاتها. الحقيقة يعني كانت صورة واضحة جدا، كنا نتحدث في كثير من اللقاءات مع أصحاب المعالي وخاصة مع وزارة المالية بأن هناك يعني كثير من السلبية والنقد من قبل القطاع الخاص لعدم التزام وزارة المالية بدفع المستحقات لشركات القطاع الخاص. فأتى تفصيل يوضح بما التزام أي وزارة أو أي جهة يعني استنفذت وأكملت مشاريعها وأحيلت يعني كذا صح التعبير فواتيرها لوزارة المالية، لم يبقى هناك مستحقات أكثر من 8 مليون تقريبا للمستحقات. نعم. الواردة للوزارة في عام 2020. نعم، بمعنى أنه لم تبقى هناك التزامات كثيرة على وزارة المالية، وإنما ظلت هناك بعض المواضيع الشائكة مع الوزارات نفسها، سواء كانت بعقود مباشرة أو عقود من الباطن. ربما الأرقام التفصيلية سيوضحها الأستاذ خالد أكثر. نعم نعم، المبالغ التي دفعت يعني خلال 2020. نعم، هو تم عمل لجنة يعني لحصر المستحقات المالية برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات المختصة، وتم حصر خلال العام الماضي يعني في حدود 450 مليون ريال عماني مستحقات مالية لمؤسسات القطاع الخاص، وقد تم دفع منها 100 مليون ريال عماني خلال شهري نوفمبر وديسمبر. ولكن المستحقات الواردة لوزارة المالية خلال عام 2020 كلها يعني بأجملها تم دفع مستحقاتها، ومتبقي منها فقط 8 مليون سيتم دفعها خلال الأيام القليلة القادمة. نعم. نصف مليون فقط ريال عماني من 8 مليون ريال عماني هي متبقيات لمؤسسات أو مشاريع، لو قدرنا نسميها مشاريع مستحقات صغيرة. نعم، دكتور أحمد، ماذا في يد الحكومة لتفعل أكثر نحو تحفيز اقتصادي أكبر؟ هو طبعا يمكن أن أكرر مرة ثانية بأنه ما يعني ما فهمناه من الاجتماع الأخير يوم الخميس مع أصحاب المعالي المعلين في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد بأن هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء. هذه اللجنة تجتمع كل أسبوعين، دورها أن تراجع وتقيم وتطلع على الوضع الاقتصادي في السلطنة، ويمكن آخر القرارات التي اطلعت عليها حول برامج التحفيز المتعلقة سواء كان ببنك الإسكان أو كذلك بنك التنمية العماني أو كذلك مؤسسات الصغيرة المتوسطة وكذلك أيضا صندوق الأمانة الوظيفة، فعدة حوافز تم اتخاذها. وطرحنا طرح حقيقة مباشر، نتمنى أيضا من اللجنة العليا المعنية أيضا في القطاع الخاص فيما يتعلق بالمصارف أيضا البنك المركزي ودوره، على اعتبار في شهر 3 تنتهي مرحلة التحفيز أو مرحلة أيضا تأجيل أقساط القروض على القطاع الخاص، فنامل كذلك أيضا من اللجنة العليا أن تصدر خلال الفترة القادمة. وهذا ما أشار إليه معالي الوزير المالية بأن اللجنة العليا هي معنية بهذا الشق أكثر مما هو معنية بالشق اللي يتعلق بالحكومة. الحوافز التي رأيناها يعني قد تكون لدى البعض لا يراها يعني كبيرة جدا، ولكن نعتبرها كأنها نوع ما من المرحلة التي قد تهدي أيضا من التأثير السلبي على القطاع الخاص من خلال تأجيل هذه الفوائد، وكذلك فيما يتعلق بالأراضي أيضا، منح الأراضي أيضا للمواطنين. نعم. الميزة الأخرى أيضا الذي استمعنا إليه من خلال اللقاء، هذه الوزارة أو هذه اللجنة تتلقى بشكل شبه دائم مقترحات أفكار دراسات
سواء كان من خلال وزير الاقتصاد الدكتور سعيد الصقري أو من خلال أيضا وزير التجارة كذلك أيضا ودوره في قضية يعني التعرف على التحديات التي يواجهها القطاع. إذا كنت أريد أن أكون واضح جدا، وزير التجارة وتنمية الاستثمار هو كان سابقا رئيس غرفة التجارة وصناعة عمان، فلذلك مطلع على كل التحديات التي يواجهها القطاع، لكن ربما نقول ربما الظروف لم تكن مواتية بأن نستمع لكثير من الحوافز، الظروف الاقتصادية، الظروف المالية، الظروف أيضا المحيطة ما كانت يعني بشكل كبير جدا معطى هذه الفرصة بشكل كبير جدا. الذي يتأمل أيضا في المرحلة القادمة بأن هناك مجموعات يعني كبيرة جدا من الكفاءات والقدرات الشبابية الذين أحيلوا أيضا للتقاعد بناء على أيضا النظام الجديد، بأن يتوفر هناك نوع ما من الدعم أو صندوق لدعم هؤلاء في تبني مشروعات كثيرة جدا، حتى يكون أيضا حافز فعلا كفاءات وقيادات شابة سواء كان على المستوى القطاع الخاص، كذلك القطاع العسكري، القطاع المدني. فلو وجدت لهم آلية لأن يستثمروا هذا الوقت والجهد في مشاريع، فأنا أتأمل ذلك بإذن الله أن يحدث هناك أيضا تفكير لإيجاد صندوق أو جهة داعمة لتمويل مشاريع مثل هؤلاء الناس الذين يحيلوا للتقاعد وهم لا زالوا لديهم من القدرات والكفاءات التي تمكنهم من شكل من أشكال الاستثمار البشري كذلك في هذه الطاقات. الكفاءات أيضا صرفت عليها الحكومة الكثير. الأستاذ خالد، نسمع دائما عن مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص البي بي بي، والآن في وزارة المالية أكيد يعني هذا الجانب أكثر قربا. هل خلال يعني الميزانية العامة للدولة 2021 هناك انعكاسات معينة لمشاريع قادمة فيها شراكة ما بين القطاعين العام والخاص؟ نعم، حقيقة يعني بعد دمج الهيئة العامة للشراكة مع القطاع، تخصيص وشراكة مع القطاع الخاص، فهناك ثلاث قطاعات رئيسية نقلت إلى وزارة المالية. أولا قطاع الأساسي اللي هو تخصيص الشراكة مع القطاع الخاص، وأيضا قطاع الشراكة من أجل التنمية أو ما يسمى برنامج الأوفست. خلال عام 21 فيما يخص قطاع التخصيص، وهو مناط في الأساس بجهاز الاستثمار لدراسة يعني القطاع الشركات الحكومية وإعادة هيكلتها ومراجعة يعني كافة التفاصيل الخاصة بها، وبعدها ممكن أنه هو يضع يعني برنامجه المناسب في التخصيص الشركات بما يتناسب أيضا مع توجهاته ويعني مستهدفاتهم الاستثمارية. نعم. أما ما يخص الشراكة يعني مع القطاع الخاص، فهناك مجموعة من المشاريع اللي تم دراستها حاليا مع مجموعة من القطاعات، ولكن ما زالت هي في مرحلتها الأولى، في مرحلة الدراسة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذها مع القطاع الخاص، ورؤية أيضا ما يسمى بالنموذج الاقتصادي والمالي المناسب للشراكة مع القطاع الخاص. من المهم جدا يعني أنه القطاع الخاص يعي تماما أنه بإمكانه أن يقدم مقترحاته للشراكة مع القطاع الحكومي. هنالك مساحة في قانون الشراكة مع القطاع الخاص بأن القطاع الخاص هو من يقدم فكرة المشروع. إذا كان لدى القطاع الخاص أيضا مجموعة من الأفكار التي يشعر بأنها هي مناسبة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص مع القطاع العام ويحتاج إلى دعم من القطاع الحكومي، بإمكانه أن يتقدم لزملائنا في قطاع الشراكة مع القطاع الخاص. وعندنا القطاع الأخير والمهم أيضا اللي ممكن يدعم نمو ودفع النمو الاقتصادي في الجانب الآخر، اللي هو الشراكة من أجل التنمية. احنا عندنا أيضا مجموعة من المشاريع اللي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية في حدود 17 مشروع تقريبا، واحنا ذكرناها في دليل الميزانية بعد ما انتشرناه. وهذه المشاريع هي كلها تستهدف يا أما تطوير التقنية، رأس المال البشري، قلب تقنيات حديثة، الدفع أيضا بمستوى يعني الخدمات أو المشاركة مع القطاع الخاص في بعض الأشياء. وعلى سبيل المثال نتكلم عن أكاديمية الطيران. هذا يعني هي مساهمة من إحدى شركات الطيران اللي استثمر يعني أخذت أحد العقود الحكومية، وبالتالي بعدها تم مطالبتها بإنشاء
يعني استثمار محلي في السلطنة، وكان الخيار الأنسب بالنسبة لهم إنشاء أكاديمية الطيران في السلطنة، لأن الهدف من برنامج الأوفست أو برنامج الشراكة من أجل التنمية حسب فهمي البسيط لهذا المشروع هو أن يتم الاستفادة من العقود المبرمة مع الشركات الغير مستقرة في السلطنة، بأن يعود استثمار جزء من المبالغ العقد الموقع معها للاستثمار المحلي أو الشراء المحلي، إذا ممكن نسميه بالإنكانتري فاليو، إضافة القيمة المحلية لهذه العقود. وبالتالي هي مجموعة من المشاريع والمساحات اللي ممكن تخدم أيضا تنمية القطاع الخاص أو يعني إضافة نشاط اقتصادي للسلطنة. نعم، هذا تعليق من أحمد العاوي، يقول أول مرة أحسني متفائل شوية، بعد زين يعني إن حصلنا جرعة التفاؤل شوية، بس يقول سؤالي للأستاذ خالد، بعد كل هذه الإجراءات هل نستبشر خير بنهاية هذا العام 2021 إنه تصنيفنا الائتماني يتحسن بعد كل هذا الكم الهائل من الإجراءات؟ هذا نقطة مهمة جدا حقيقة، يعني احنا في وزارة المالية متفائلين جدا بأنه يعني مع تطبيق خطة التوازن المالي، مع تطبيق كافة الإجراءات الحكومية الأخرى فيما يخص الشق المالي أو التحفيز الاقتصادي أيضا، أن راح يعني نصل إلى مستوى أفضل من التصنيف الائتماني بنهاية هذه السنة والسنوات اللاحقة أيضا، لأنه يعني التصنيف الائتماني لأي دولة يعتمد على مجموعة من المحاور، أهمها الاستقرار المالي، ثانيا اللي هو النشاط الاقتصادي ونموه، ثالثا يعني تنويع مصادر الدخل للدولة، رابعا ما هي قدرة النشاط الاقتصادي على التصدير، وبالتالي هناك مجموعة من المحاور اللي يقيسها التصنيف يعني مؤسسات التصنيف الائتمانية والجدارة الائتمانية لقياس مستوى السلطنة، أيضا منها يعني قوة ومتانة الجهاز المصرفي في البلد. كلها هذه المحاور اللي يدرسها أو يتم تقييمها من خلال مؤسسات التصنيف الائتماني، نحن متفائلين بشكل كبير في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني وباقي المؤسسات الحكومية المعنية بأنه الخطط التي نعمل عليها خلال هذه الفترة راح تحقق عوائد إيجابية ومنافع إيجابية على القطاع الخاص وأيضا على نمو النشاط الاقتصادي. نعم، قبل لا أرجع لك أستاذ خالد، نعم. أيضا تكمل فيما يتعلق بالشراكة نقطة مهمة جدا، تقوم الوزارة بدراسة 14 فكرة لمشاريع جديدة، في حين جاري تنفيذ 7 مشاريع، ونتوقع أن يدشن ما يقارب 5 منها خلال 2021. نعم. فإذا حتى الشراكة موجودة والقطاع موجود، يعني فهذه مؤشرات، ويمكن من 11 إلى 17 مشروع. نعم. لو رجعوا للخطة المتداولة أيضا على مستوى السوشيال ميديا بإمكان الواحد يرجع إلى كل البيانات وإيش اللي أنجزت. نعم. يعني هذه المجموعة ما يطلق عليها الشراكة من أجل التنمية. نعم، متوقع هذه الشراكة كل ما توسعت كل ما تسارع تنفيذ المشاريع وبكلف يعني أقل. دكتور أحمد، يعني السؤال اللي يتكرر دائما الضمانات خلف كل هذه الإجراءات، وأتوقع مثل ما ذكر أستاذ خالد قبل شوي لما تكون هناك نتائج ملموسة هذه واحدة من الضمانات، يعني تحسين وضعنا في التصنيف الائتماني، تقليل العجز وغيره. من وجهة نظرك يعني دكتور أحمد، ما هي الجوانب الأخرى التي قد تعزز هذه الثقة وتعزز أن هناك في نتائج وضمانات لكل هذه الجهود التي تبذل؟ هو الحقيقة طبعا يمكن من التحديات التي واجهناها في قضية التصنيف الائتماني لم نكن لدينا من الإمكانيات ما يجعلنا، يعني ممكن الإمكانيات متوفرة ولكن لم نستطع نتعامل مع هذا البند ما يطلق عليه بالتصنيف الائتماني، وظلنا يعني شبه رهينين لأي تصنيف ممكن يحدث من خلال المنظمات الدولية التي تصنفنا. نعم. الآن أصبحت الصورة واضحة، أصبحنا نعرف ما هي البنود التي تصنف من أجلها سواء كان منخفض أو مرتفع، وكيف آلية أنه هذه البنود أو هذه المسميات نبعدها عن بعض حتى نستطيع أن نحقق التصنيف الحقيقي. وخاصة كانت الصورة واضحة بأن الحكومة هي المصدر الرئيسي للإنفاق، ولذلك لا يوجد هناك أي مصادر أخرى للتنويع الاقتصادي التي يساعد حتى في قضية التصنيف. الضمان الآخر والتي أكرره بشكل مستمر بأن هناك وزارة للاقتصاد، بأن هناك وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، هناك جهاز مباشر ليتابع هذه الرؤية سواء كانت الوحدة أو كذلك المكتب الخاص، هناك يعني جلالة السلطان ربنا يحفظه هو الذي أشرف على هذه الرؤية وعلى هذه الخطة، فأصبحت يعني مرونة التقييم، مرونة التصنيف، مرونة الشفافية والإفصاح هي إحدى أسس ضمانات النجاح الموجود. الأمر الآخر الذي لاحظته من خلال أنه انتقلت الحكومة من
يعني بنود أو قرارات ما كانت ترى أو خطط ما كانت تقرأ أو كانت أحيانا طلاسم ما حد يفهمها في السنوات السابقة، أصبحت الآن الأرقام بالتفاصيل والتفسير. نعم. لدى كل مواطن أن يعرف ما هي المرحلة القادمة، كيف هذه الخطط تنفذ، كيف تتابع تقييم كل ربع، نتائج كل 6 أشهر، نتائج كل سنة. نعم. فعند ذلك يعني المواطن بيدي أن يقول أخفقنا في هذا البند، نجحنا في هذا البند، مجلس الشورى دوره، مجلس عمان دوره، كذلك أيضا المجتمع المحلي دور، أصبح الكل شريك في هذه العملية. ما يحتاج منا أنه نحن نستطيع أن نقرأ الأرقام الحقيقية ونفسرها التفسير الحقيقي ونأخذها من مصدرها ونتعايش مع هذه المرحلة بأمل أنه نتجاوز 21 ونحن أصبحت يعني كل المعطيات التي نتحدث عنها واضحة أمامنا، وأن أسعار النفط ستتحول من 45 إلى 50 كأقل معدل 55، وكثير من يعني الفائض الذي نتحدث عنه 65 مليون نتوقع إن شاء الله نتجاوزه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الملايين، وتكون أمورنا بإذن الله سبحانه وتعالى في النصاب الصحيح. الوضوح مهم جدا، تعاطي الحكومة مع المرحلة من أهم الاستراتيجيات المهمة جدا، تعاطي المؤسسات الحكومية مع هذه النقلة أن تكون متجاوبة مع المواطن، مع القطاع الخاص، مع كل الأنظمة، بحيث نستطيع أن نعبر بسلام، قضية مهمة جدا. لا تراجع إطلاقا في أي مصطلحات أيضا نفهمها أو نفسرها، وإنما يجب أن نعمل بشفافية واضحة، وهذا ما لاحظنا. صحيح يعني في فعلا يعني تأزم، في شبه إحباط داخلي، في تراجع، ولكن بقدر ما نكون يعني واضحين وشفافين في العطاء، واضحين في المعطيات بالأرقام بالتفسير، أتوقع أن المواطن سيقف مع حكومته مثل ما وقف معها 50 سنة، وبإذن الله نعبر وبهذه السفينة عباب هذه الأزمة بإذن الله. نعم. تفضل خالد. طيب شيء يعني الدكتور أحمد طبعا يعني دفعنا دفعا معنويا قويا الحمد لله رب العالمين يا رب. ولكن يعني فقط لنؤكد الكلام اللي يقول الدكتور أحمد، انتهاج سياسة اللي هي الوضوح الخطط الحكومية، يعني هذا نهج قديم حقيقة، ولكن بدأنا بتعزيزه خلال الفترة الماضية بأولا إصدار خطة التوازن المالي وإطلاقها يعني على موقع وزارة المالية ومتابعتها وتداولها من كافة يعني المؤسسات، وإحنا جينا هنا وتكلمنا أيضا عن خطة التوازن المالي. ثانيا يعني من التوجهات الحكومية الجديدة أن إحنا نبدأ نعلن أيضا عن بعض التوجهات القادمة للحكومة، وخلال دليل يعني الميزانية اللي بين يدينا اليوم إحنا تكلمنا عن مجموعة من التوجهات القادمة، منها يعني دراسة وضع إطار لقانون الدين العام، وهذا يعني راح يكون توجه يعني قادم إن شاء الله راح نشتغل عليه. هل سيطبق في 21 في 22؟ ولكن هذا الإطار راح يكون هو إطار منظم للمديونية العامة، وهذا راح يساعد أيضا على موضوع يعني تحسين التصنيف الائتماني ورفع ثقة المؤسسات الدولية بالسلطنة، بالإضافة إلى الدليل نفسه، يعني دليل شارح في كثير من التفاصيل والبيانات اللي إحنا نريد نشارك فيها المجتمع، أن أيضا المجتمع لازم يشعر بالثقة أن إحنا كمؤسسات نعمل باجتهاد ونسعى بكل ما يمكننا لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية بالبلد، ونكون أيضا شركاء مع المجتمع. الأمر الآخر يعني كل المبادرات اللي اشتغلنا عليها في الفترة الماضية كانت أغلبها بمشاركة المتخصصين من خارج الأروقة المؤسساتية الحكومية، جيب أشخاص اقتصاديين متخصصين في الجوانب الاقتصادية المالية المحاسبية وأيضا في الجوانب الاجتماعية، كنا نجلس معهم ونشرح لهم يعني توجهاتنا الحكومية ونسمع رأيهم وآلية تطبيق هذه المبادرات، التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لها. وبالتالي يعني احنا لا ننظر للموضوع بنظرة مالية بحتة، ولكن احنا ننظر للموضوع بنظرة اقتصادية اجتماعية. بالطبع يعني مرحليا الناس ربما مع تغير يعني الإجراءات تشعر ببعض يعني ان هناك عدم يعني استقرار لبعض القرارات، ولكن هذا ما صحيح، لأن هذه كلها يعني قرارات مبرمجة بتوجهات واضحة. احنا ماشيين إن شاء الله تعالى في طريق يعني واضح بالنسبة لنا، ونستهدف مثل ما ذكرنا في البداية أنه في نهاية الخطة الخمسية نحقق يعني لأول مرة من عدة سنوات
فائض بالميزانية إن شاء الله تعالى. أنا أضيف نقطة فقط لموضوع الثقة، لأنه دائما نحن نتعامل كذلك مع الناس من خلال مشاركاتهم. يمكن الفترة الأخيرة لاحظنا في تقدم حقيقة في موضوع الشراكة والتواصل، ويمكن أنت خالد ذكرت في تغريدة أنه السنة القادمة هذه أو 2021 ستشهد مزيد من التواصل والشراكة. اليوم حتى عندنا وزارة المالية عندهم حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، لقاءات دائمة كذلك. اليوم قبل ساعة معنا في الاستديو وكيل وزارة الاقتصاد، قبل أيام قليلة في التلفزيون الرسمي عندنا أمين عام وزارة المالية ووزير الاقتصاد في أكثر من مرة. فهذا أكيد يمكن يأخذ وقت شوية، لكن واحد من الأدوات التي تبني الثقة والمصداقية وهذه المتابعة. وعلى طار الثقة والمصداقية، هناك تساؤلات كثيرة. يقول سمعنا في أكثر من مرة خلال العام الماضي عن اكتشافات ضخمة في مجالي النفط والغاز، خزان، غزير وغيرها. يقول يعني ما لاحظنا أنها انعكست بشكل كبير في الميزانية العامة للدولة 2021، هل هناك تفسير معين أو يمكن أحيانا تفاصيل ناقصة؟ نعم، هي ما نقدر نقول لها تفاصيل ناقصة، ولكن الميزانية العامة للدولة تحسب بطريقة البنود في الوقت الحالي، وبالتالي احنا نظهر الإيرادات المباشرة يعني أو الإجمالية لهذه الحقول، وبالتالي احنا ما نذكر تفاصيل كل حقل بتفاصيل. نعم، إجمالي إنتاجنا من الغاز وإجمالي إنتاجنا بالضبط من النفط، وأيضا عندنا اللي هي عقود يعني عقود البيع مع بيع النفط والغاز، وأيضا إيراداتنا اللي نحصلها، وبالتالي هي كلها مسجلة معنا. ولكن هذه تفاصيل كثيرة، يعني ما يهمنا حقيقة إحنا إن إحنا نشوف إجمالي الإيرادات النفطية وإجمالي إيرادات الغاز. ولكن ما لا يشعر فيه البعض إن إحنا لما نتكلم عن كثير من الاستكشافات إن إحنا ما جالسة تزيد عندنا الإيرادات، ولكن الإيرادات يعني إحنا هي مربوطة ترى كلها بأسعار النفط العالمي والأسواق العالمية، وأيضا الطلب على هذه السلعة النفط والغاز خاصة في 2021، يعني تذبذب الطلب وانخفاضه بالغاز أتوقع، وفي النفط يعني كان ملحوظ. في 2020 كان في تأثر كبير في أسواق النفط العالمية وأسواق الغاز في كميات الطلب. نعم، وهذه كلها يعني المتابعين لأسواق يعني النفط والغاز العالمية والتقارير الصادرة من المؤسسات الدولية اكتشفوا انه كميات الطلب على النفط والغاز كانت منخفضة بشكل كبير. هذا يعني يقول لي مرتين عاد اسال يعني هذا السؤال، انعكاس القرار الأخير حول ايقاف المكافآت والبدلات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، هل لها رقم معين في الميزانية 2021؟ احنا خلينا نقول اجمالي الاثر المالي لكل القرارات الحكومية، يعني احنا ما نريد نخصص يعني لبند واحد او لاجراء واحد، لانه اذا شفنا اجراء واحد ربما نقول يعني هذا الرقم كبير صغير، لكن لما نشوف المحصلة الاجمالية وهذا اللي احنا المفروض ننظر له حقيقة، يعني الاثر المالي الاجمالي للاجراءات المالية اللي تم اتخاذها في 2020، فتكون في الأثر الإجمالي ما بين الإيرادات والإنفاق في حدود 1,400,000,000 ريال عماني. أما لما نشوف الأثر والإنعكاس ل2021، فإحنا كل هذه الإجراءات المتخذة الآن وكل التغييرات في هيكل الميزانية اللي تحدثنا عنه سابقا راح تؤثر في حدود 3.5 مليار ريال عماني. فإحنا إذن التأثير كبير جدا، ودائما ما يقال الأشياء الصغيرة تتجمع لتحقق إنجازات كبيرة، كانت في الشق المالي أو كانت في شق القطاع الاقتصادي أو كانت حتى على أهدافنا الشخصية. يعني لو احنا حققنا تطورات صغيرة بشكل مستمر نحن نحقق إنجاز كبير. هذه الإنجازات أو هذه يعني التغيرات في هيكل الميزانية واتخاذ الإجراءات المختلفة، مثل ما قلت يعني في بعضهم يروا بعض الإجراءات أنها تأثيرها بسيط جداً، ولكن تأثيرها المستقبلي على الميزانية العامة للدولة وعلى الاستقرار المالي الاقتصادي كبير. نعم دكتور أحمد، لماذا تأخرت البلد في ضريبة الدخل على ذوي الدخل المرتفع وضريبة التحويلات المالية، رغم أنه بيكون لها مردود يعني جيد والدولة في أمس الحاجة له؟ هو الحقيقة طبعا يمكن الضرائب عالميا تعتبر أحد المصادر الرئيسية للدخل للدول عالميا. نعم، يعني فلذلك كل ما تعددت الضرائب كل ما كانت إيرادات الدولة يعني أكثر من الاعتماد على مورد واحد. يعني
ما حدث طبعا بالنسبة لضريبة الدخل، الدراسة في تقديري حسب لقائنا مع الإخوة المسؤولين لم تكن هناك دراسة مستوفية لضريبة الدخل، لأنه محتاج إلى معلومات، محتاج إلى مراجعة، محتاج إلى تقييم حتى تصل إلى قاعدة بيانات لأصحاب الدخل وأي تصنيف، ولكن كدراسة أولية ربما موجودة لتقدير ما هي النسبة ما بين كذا إلى نسبة كذا من الدخل، فهل هي حتكون مجدية؟ لأن أحيانا البعض يفسر على أنه لو تمت هذه الضريبة قد نشهد نوع من التحولات أيضا أو التحويلات المالية لخارج السلطنة من المستثمرين. بالنسبة طبعا لضريبة التحويلات، كل الدراسات تؤكد بأن هذه المنظومة العالمية، في الدراسات العالمية أي تحويلات يعني ما لم تكن مصنفة هذه التحويلات كتصنيف من هي التحويلات العمالة المقيمة، تحويلات الشركات، تحويلات الأرباح، إلى الآن لا يوجد تصنيف لمجموعة هذه التحويلات، لا يوجد تصنيف بحيث أنه يعرف هل هي تحويلات استثمارية، هل هي تحويلات أرباح، هل هي تحويلات أفراد. فإلى أن يقوم البنك المركزي مع وزارة المالية بتصنيف هذه التحويلات، فأنا أعتقد من الصعوبة جدا أن يوضع رسم لهذه التحويلات، رغم طبعا يعني بالنسبة للاتحاد العالمي لا يسمح بفرض ضرائب على اعتبار أن هذا أيضا تدخل أحيانا في حماية الاستثمار الأجنبي المقيم. نعم، إذا هذه كانت جملة تساؤلاتكم اليوم، طولنا يعني 20 دقيقة على وقت البرنامج، ولكن كانت مهمة للإجابة على ما تبقى من أسئلة الأستاذ خالد، إذا كان هناك ثمت كلمة أو رسالة أخيرة. نعم، أنا حقيقة يعني أهم معلومة ممكن أقولها، أو يعني أهم يعني ما يمكن أن نقول اليوم، يعني أنه ميزانية العام الحالي 2021 مثل ما جاءت في تسميتها هي ميزانية الأساس، وميزانية الأساس لابد أن تكون يعني على قدر من الثقة بأن الإجراءات المتخذة من خلالها، طبعا هي تعبر عن خطة حكومة لمدة عام، راح تكون إن شاء الله تعالى يعني بقدر عالي من الإيجابية. ثقتنا كبيرة حقيقة بأنه راح نحقق يعني ما جاء في الميزانية العامة للدولة ومستهدفاتها، ويعني نستهدف الوصول إلى نهاية الخطة الخمسية الحالية وتحقيق الإطار المالي المصاحب لها. نعم، دكتور أحمد كلمة أخيرة. شكرا جزيلا حقيقة. طبعا يعني نحن لازلنا في بداية الميزانية ولازلنا متفائلين، وطبعا هذه الميزانية هي عبارة عن ميزانية لعام واحد فقط، فهي تقديرية بنيت على مجموعة من الاحتمالات، وكل واحد منا بلا شك سيضع خطته لهذا العام على مستوى الشخصي وعلى مستوى الشركات وأشبه ذلك. ما نريده فعلا أنه نضع يعني نقاط في نصابها ونكون يد واحدة لتحقيق مسيرة هذه التنمية، مع الواجب من لديه النصح أو لديه التوجيه أو لديه يعني وجهة نظر أن يوجهها إلى المصدر الرئيسي، ونتأمل من القطاع الاقتصادي والقطاع المالي أن يكون أكثر يعني تفاعلا، أكثر عطاء، أكثر نشاطا، حتى يستطيع أن يعمل حراك سريع للوضع الاقتصادي في السلطنة. نعم، هذا أحد المتابعين يقول ما راح أتابع البرنامج مرة ثانية إذا ما سألت هذا السؤال للدكتور أحمد قبل لا تختم، لأن الحين وصل السؤال فقط. يقول ما المفروض أنه في كل ميزانية يكون هناك بند للتوظيف؟ هذا الميزانية ما شفنا أي تفاصيل وما حد يتكلم عن بند التوظيف للباحثين عن عمل، هل عادة يعني في هو في الخطة موجودة طبعا 135 ألف فرصة عمل، لكن ما يكون في مخصصات مالية، 27 ألف لكل متوسط. في تقدير الشخصي، لأنه أنا في اعتقادي نحن منتظرين قانون العمل يعني على اعتبار دمج القطاع الخاص والقطاع العام في قانون واحد. أيضا فيما يتعلق المخرجات ما بعد مرحلة التقاعد، ما هي الفراغات التي ستحدث أو حاجات التشغيلية للوزارات والقطاع والشركات الحكومية، ولكنها كأرقام تفصيلية قد تكون متوفرة مع الأستاذ خالد. نعم، حول المسار. نعم، في أي تفصيل عادة أصلا فيه؟ احنا عادة في كل عام يعني عندنا توجهات حكومية نحو التوظيف والإحلال وما إلى ذلك، وهذا العام حقيقة يعني بحكم دمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة القوى العاملة، فإن وزارة العمل لديها خطة سوف يتم الإعلان عنها قريبا إن شاء الله تعالى فيما يخص الإحلال والتوظيف في القطاع العام، وأيضا ما يخص القطاع
الخاص وبرامج التدريب المرتبطة بالتشغيل، أو كانت المرتبطة يعني بمسارات تدريبية أخرى أو مهنية؟ نعم. احنا ما حطينا رقم محدد في ميزانية هذا العام لعدة أسباب، منها يعني أنه ما زالت وزارة العمل تدرس الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية وفق يعني تغير وهيكل الجهاز الإداري للحكومة. أيضا هناك عندنا مجموعة من المتقاعدين خلال الفترة الماضية بحكم قرار التقاعد، وبالتالي هذه كلها يعني ظروف يتم دراستها في الوقت الحالي حتى نتمكن أن احنا نخرج برقم معين. لابد من دراسة الوضع في هيكله النهائي. نعم، وضح طبعا وزير الاقتصاد أن الفرص الوظيفية هذه ستتوزع ما بين القطاعين الحكومي والخاص. قادرين على توظيف 135 ألف في 5 سنوات؟ نعم، في الخطة. نعم، 135. من وجهة نظرك يعني ما كرقم المتوسط؟ 27 ألف سنويا. نعم. نقدر دكتور؟ من اللي يقدر؟ الحكومة؟ نقدر. نعم، في البلد. نعم، على ظروفنا العمل الجديد أنا على أمل كبير جدا أن هذه الفرص تكون مواتية، لأن فيها إحلال، فيها تغيير في المنظومة الاقتصادية، في منظومة القطاع الخاص، ولكن قد تواجه أحيانا بعض الصعوبات والتحديات إلى أن يبدأ فلترة القطاع الخاص بشكل كبير جدا ليسهل فيما بعد قضية التوظيف، لأن جزء منها أنا أعتقد هي قضية المؤسسات الصغيرة المتوسطة. إذا تم تنظيمها كثير من المجموعات تتحول لتفتح مشاريعها الخاصة، مجموعات كبيرة جدا أيضا ستعمل من خلال هذه الشركات الموجودة. فأنا أعتقد التحول قد يكون فيه تحدي حقيقي، ولكن أحيانا أن تضع لنفسك هدف وطموح لتحققه وتسعى من أجله، إذا حققت ولو 70% أنت ناجح. نعم. الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، خبير اقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. الأستاذ خالد بن سيف البوسعيدي، مدير دائرة الإعلام والتواصل بوزارة المالية، شكرا جزيلا. الله يحفظك. لو ما ختمنا بهذه الطريقة ما قاعدين نخلص اليوم. يعطيك. هو يعني الموضوع يعني مشوق. لا صحيح. ولكن إحنا مستعدين إن شاء الله تعالى أن أيضا نجي في أي فترة قادمة لتوضيح ما يبحث عنه المجتمع. يعطيكم العافية، ما مقصرين أبدا، ونحن هكذا على تواصل دائما. إذا مستمعينا الكرام ومشاهدينا، إذا ما كفت هذه الحلقة إن شاء الله نخصص حلقات أكثر، والحلقات القادمة أغلبها أصلا حلقات إن شاء الله اقتصادية. لكم من أجمل التحايا، كان معكم في الإعداد جاسم البداعي وجميل الزيدي، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي أنوار الأشرف. نلقاكم في حلقات قادمة في أمان الله.